السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نطرق لواحد الموضوع بالغ الأهمية، هو موضوع ديال الأعراس. تكون العرس تتنوض تتقربالة تنوض الشجار تنوض حسب أهل العريس وأهل العروس، أو واحد تهضر واحد من أهل العريس يهضر مع أهل العروس بكلمة كلمة ما تتقبلهاش، يتشادوش وكي تتنوض صافي تتفرتك هذيك العرس، أو العروس صافي تطلع عليها الدم تتهرب، هذاك النهار ديالها تتهرب صافي التليفون ديالها، ولا العريس ما تيبقاش يبغي يرجع. المهم تولي الكره والبغض. ها باش تخدم لك اختي اخويا، تخدم لك بشمع اسود، تخدم لك بالحنتيش والكافور، هاد الشمع تكتب ليه واحد المسائل وتتشعل مقلوبه. هاد الشيء خدمه تيديروها الشياطين، راه ماشي نديرها انا، تنبين لكم انا هاد الشيء راه عندي في راسي، انا راه فاقيه، كل شيء عندي في راسي. كما قال الشيخ ديالي رحمه الله، ينقلب هذا العلم الى ثلاث: دقاق، الفجور، تقوى الله. ولكن انا شاد الباب ديال العلاج، نعالج الناس، باغي الاخر وباغي رضا الله وخادم الناس وتنفخ الغلب على الناس بهذا المفهوم هذا. غير تنبين لكم تنوضح لكم باش تحضروا راسكم وتعرفوا واش تدينوا راكم في الدنيا. الدنيا كانها غابه، فيها اسد، فيها نمير، فيها ذئب، فيها ضبع، فيها الافعى، فيها الا حسيتوا براسكم بعضكم هذه المسائل، كاين شي مسائل تيداروا هذاك النهار باش تحسنوا راسكم. الا ما حسنتوش راسكم وكان شي حد تابعكم بهذه المساله هذه، راه غادي تكونوا على عقيدتك، العرس غيتفرتك ما غاديش يكمل، او اضطر كل وحده مصادقه مع واحد خمس سنين بالحب وبالغرام الى اخره، ونهار العرس يتفرقوا او يومين ورا يطالقوا. راه باش تخدم لكم بالتولات، عقلوا الشمع الاسود، الحنتيز، الكافور. ولكن واخا دابا تيتفرجوا فيا من الظالمين والظالمات السحر والساحرات، ما واخا يخدموا بهذا الشيء دابا، واخا يستافدوا منا ما غاديش يعرفوا هذا الشيء، ما دابا ما نافع والو، خاصهم يعرفوا اشنو تيتكتب في هذا الشمع وكيفاش الطريقه. وهذا الشيء راه غتلصق السماء الارض، وخيطوا لي الملايين ديال الدنيا ما غاديش نبوح بها، غير بنعطيكم فكره. وما تنساوش الاشتراك، وما تنساوش البارطاج، الله يرحم الوالدين، وما تنساوش حلقه في اليوتيوب، دخلوا تشاركوا فيها باش تبقاو تستافدوا وتنقدوا الناس وتنقدوا راسكم.